عشان الصوت. وفي حال في سؤال مباشرة وقفيني. طيب الآن نحن في الشابتر الأول راح ناخذ مراجعة سريعة على الشابتر الأول والشابتر الثاني، مراجعة سريعة على 105 كلياتها من الألف للياء، فهي جدا بسيطة، بتعطينا introduction، بتعطينا خلفية عن الجافا، بتعطينا شو يعني system، شو يعني getting java run data type ال statement and scope and operators conditional processing ال primitive processing. طبعا في أشياء يعني جدا جدا بسيطة، وفي أسرار بالجافا إذا عرفها الواحد. طبعا ما في مدرسين كثير بيعطوا هاي الأسرار للشخص، لا، هذول أسرار بيتقنها الواحد في الجافا، يا عن طريق النت إنه هو يدور عليها، يا أما عن طريق إنه هو فاهم، أو عن طريق إنه أحد الزملاء في الجامعة أو في العمل يفهموا إياها. طيب هون أول شيء بالإنترودكشن بيحكي لنا إنه الجافا هو بداية الشي اسمه بداية أول أيامه يعني كان يسمى سان مايكرو سيستم. تمام، طبعا هاي معلومات عادية ما لنا فيها، أهم شيء عنا إنه نفهم إنه نحن الجافا في سنة 1995 هون عم يحكي لنا إنه الجافا لانجويج with the great fan faring in 1995 Java immediately generated high insert and extentment. طيب معلومات عادية مرور الكرام، وطبعا هون نفس الشيء، بس اللهم بدنا نفهم إنه الجافا run and server البي سي موبايل فون and PDAS اللي هو personal digital assistant. طبعا هون عم يحكي لنا هو انه الجافا بشو داخله. بحقيقة الامر الجافا داخله بكل شيء، حتى بمخنا داخله لكن ما لنا حاسين عليها. الجافا بكل شيء، التلفزيونات، المكيفات، الاجهزة الرياضة، السير، الموبايلات، ما في شيء بدون جافا. حتى الكمبيوتر اذا ما فيه جافا اغلب البرامج ما راح تشتغل. فهون عم يقول لي انه انت فيك توجد عدة اشياء اللي هو تي في سيت توب بوكسز an immediate device forming part a large system such as car robots printers وإلى آخره smart card wearable computers. فهون بيحكي لي إنه الجافا هي في كل مكان بمعنى الحديث. طبعا هون عم يحكي لي عن مميزات جافا أو الهدف من الجافا. في عدة مميزات. طبعا نحن في 251 في عنا صح وخطأ واختار الإجابة الصحيحة، وعنا طريقة كتابة الأكواد. فهي الصفحة جدا مهمة، تمام؟ إنه هي simple to learn، هي سهلة الفهم، familiar and closer based on C++ but reduce in complexity، يعني هي تشبه تقريبا أساسيات الـ C++ لكن هي أقل تعقدا. الـ object oriented وعمل جافا is a structure round object، وعندي robots، وعندي سكيور آمن، وعندي بروتبل، وعندي هاي بيرفورمانس. يعني هدول أمور لابد إنه الواحد يفهمها سطر سطر. طبعا هدول النظري يا بنفهمهم يا بنحفظهم، يعني في حال نحن ما فهمناهم لابد نحفظهم، لأنه بيجي علينا هون أسئلة كصح وخطأ. طيب هون عندي نسخ الجافا وإصدارات الجافا اللي هن الفيرجن والإديشن تبع الجافا. طبعا هون الفيرجن تبع الجافا يحكي لنا the first public available version was Java 1.0. هون عم يحكي لي إنه أول نسخة كانت 1.0. صار عندي في شيء اسمه Java 2، كمان هذا شفته بالتجميعات بيجي منه صح وخطأ. وبيحكي لك عن مميزاته إنه there have been a number of future versions، في عنا أكثر من version للJava 2، في عنا النسخة 1.3 ونسخة point والجافا 2 النسخة 1.4. طبعا هون نحن عم نحكي عن الإديشن وعن الجافا. هون كمان نسخة 1.5 Age Introduction Relative Minor Improvement. كل ما تقدمت النسخة كل ما يكون في تطور أكثر. يعني مثلا النسخة 1.3 الأجدد منها النسخة 1.5 فهي أحسن منها، فكل ما تقدم كل ما كان في ميزات أكثر. هون عم يحكي لي عن الـ Edition of Java. طبعاً هون معلومات عامة إنه to cater for the different
needs of say large إلى آخره، بمعنى الحديث إنه هو يعطيني معلومات بسيطة. فأنا عندي أنا شو عندي النسخ، في عندي Java 2 Standard Edition البسيطة هاي، وعندي Enterprise Edition، وعندي Micro Edition. طبعا هذا Micro Edition نحن أخذناه في 105، تمام. الآن نحن عم ناخد اللي هو Standard Edition اللي هو Focus of Study اللي هلا نحن عم ناخده For Large Scale System. طبعا هدول كمان يجي منهم اختيارات أو صح وخطأ، إنه Java 2 EE هو عبارة عن Large Scale System ولا Focus كذا، ولا مثلا For Mobile Phone. فنحن نختار الصح، طبعا هدول راح يجونا. طيب هون عم يحكي لي عن جافا سيمبل جافا بروجرام. طبعا السيمبل جافا بروجرام نحن بحاجة الى فهم شغلة، نحن بحاجة الى فهم السنتكس كيف بينكتب، نص البرمجة كيف بينكتب، وبنفس الوقت بحاجة الى فهم طريقة الكتابة. الان انا عندي ببساطة هذا عبارة عن سيمبل جافا بروجرام، مجرد كلاس بسيط public class main، وعندي هون ميثود. هلا هون بنسميها يا ميثود يا فانكشن، يعني واحدة من التنتين، اي شيء له قوسين زي هيك يعتبر ميثود او فانكشن. يعني زي هاي تعتبر شو؟ ميثود، تمام. اي شيء له قوسين، ليش؟ لانه هي عليها دوكيمنت كامل، البرنت لين زي هيك عليها دوكيمنت كامل، تمام. فاذا انا سويت هون برنامج بسيط عند انشاء المشروع يعطينا شو؟ يعطينا بيجهز لنا هو الواجهة اللي هو هذا class main، وعندي الميثود main، وعندي التعليمات اللي داخل المين هي اللي راح تشتغل. زي اللي عاملينه هون ممكن احكي له my name is فارس، هون احكي له مثلا مثلا IT مثلا، تمام. طبعا هذا امر الطباعه، في ثلاث انواع من امر الطباعه واخذناها في 105 نحن، اللي هي برنت وبرنتلن وبرنت اف اللي هي فورمات. طبعا اذا عملنا له مراجعه سريعه لهدول الثلاث انواع اللي هو برنت، وعندي كمان البرنت لن، وعندي البرنت اف. طبعا هاي البرنت اف على دلالتها انه هي برنت فورمات، تمام. وعندي هاي البرنت لين دلالتها انه هي برنت نيو لاين، تمام. وعندي هاي دلالتها انه هي بتطبع على شو؟ على نفس السطر سيم لاين. اوكي سيم لاين. طبعا هون البرنت العاديه بتطبع بنفس السطر، عندي هون البرنت لين بتنزل سطر، يعني زي اللي شفناه هون. انا حاطط برنت لين فهو راح يطبع في الاول سطر، راح ينزل سطر ويطبع الثاني. وفي عندي سطر هون موجود هذا السطر لسه، اللي هو انا بعد ما طبعت هذا نزل السطر هذا هو ليكو، تمام. لو اني حاطط برنت عاديه ما راح ينزل هذا السطر اللي تحت، خلص مجرد هون راح يطبعها وانتهينا، تمام. طبعا هاي حالات البرنت العادية، شايفة ها هون ما نزل سطر، اما بالبرنت لين طبع ونزل سطر. طيب هاي في حالات الثلاثة للبرنت لين، عندي هذا بنفس السطر، عندي هذا بيطبع وبينزل سطر، عندي الثالث بيعمل فورمات. طبعا هذا له خصائص تانية وعالم تاني وطريقة كتابة بسيط جدا وسهل من كتر ما سهل، يعني الواحد بده ربع ساعة بس هيك يفهم الموضوع ويعمل كم تست وانتهينا. طيب نيجي لهون، هون طبعا عم يعطينا الجافا باك جراوند، عم يعطينا خلفية عن الجافا، في شيء أخذناه نحنا وفي شيء لسه بدنا ناخده جديد، يعني تمهيد للشيء الجديد وفكرة عن اللي أخذناه. فهون عم يحكي لنا in the first line of the program introduce a class called hello worlds، تمام. هذا شخص عم نقول له هلو ورس، عملنا كلاس باسمه. هذا الكلاس اللي هو هاد الكلاس عبارة عن صف، وهذا الصف فيه أكثر من طالب، والطالب يحتاج إلى مقاعد، فكل مقعد عبارة عن ميثود. فأنا عندي هذا الصف
الكبير يسع لثلاثين طالب، يعني 30 مثل، تمام؟ فهذا هو بنسميه كلاس. أما فكرة البوبليك أنا مسميها بوبليك كلاس. طبعا هون إحنا إذا شلناها للبوبليك هي بتاخد باي ديفولت لحالة، تمام؟ لها حالات تانية طبعا ناخدها، لكن هون نحن سميناها كلاس مين، ومثل ما قلت لك هون فينا نشيل البوبليك وفينا نخليها عادي، ما فرقت، تمام؟ فكرة البوبليك إنه نحن فينا نقرأ الكلاس مين من أي كلاس تاني نحن بننشئه. هون أنشأنا كلاس هون تاني اسمه student، نحن فينا نيجي نقرأ هون الكلاس، ومدام هون أنا عندي بوبليك كمان، فأنا كمان فيني أقرأ الستودنت من الكلاس المين. ليش؟ لأنه بوبليك. طيب هون طبعا عندي static وهون عندي void، رح نتعمق فيهم واحدة واحدة. وهون عندي المين وعندي الارجيومنت، وكل ارجيومنت كيف بينحط، هذول كلياتهم رح نتعمق فيهم. فإذا هون عم يقول لي when the program run the class giving rise to an object which execute the code of the class. يعني هلأ أنا لما أعمل أضغط على زر الرن فهو رح يجي على الكلاس يشوف شو في بداخله. في بداخله method اسمها main، هذا function المين طبعا هي بتكون جاهزة لتشغيل البرنامج. يعني مثلا إذا هون سميناها mains مثلا فطفت على طول ما عندي زر تشغيل، فلازم يكون نفس الاسم عشان يشتغل، أو إنه نسميها by default main، تمام؟ طيب بعدين عم يقول لي the class is defined is public. public يعني هون عم يحكي لي عم يشرح لي شو يعني public. public يعني freely accessible، تمام؟ أو accessed by another object in large system. بكرة لما نعمل مشاريع كبيرة وكذا فبيكون عندي في بروجكتات بيكونوا يا abstract يا بيكونوا مثلا private يا بيكونوا public يا بيكونوا شو project. هون عم يحكي لي curly bracket. طبعا السكوب، معنى السكوب اللي هو المكان الخاص في كتابة الأكواد أو الدايمنشن لكتابة الأكواد. الآن أنا عندي هون سكوب، من هون بيبدأ من هون بينتهي، هذا سكوب الميثود، تمام؟ الأقواس اللي بعدها اللي هي هاي، هذا سكوب شو؟ هذا سكوب الكلاس. فأنا عشان ما أضيع بيجي لهم بيقول له إنه سكوب أو بقول له مثلا end the class. نفس الشيء عشان كمان انا ما اضيع، التعليقات كثير بتساعدنا end the main، تمام؟ فعشان ما نضيع وكذا فنحن بنحط هاي التعليقات او الكومنتات اللي بنسميها line comment، عشان شو؟ عشان ما اضيع، انه انا لما بدي اجي اسوي ميثود ثانيه فبدي اسويها بسكوب مين؟ سكوب الكلاس وليس بسكوب المين، تمام؟ أحياناً هيك بغلط وبمسح هذا بشيل هذا فبيعطيني إيرور، فبدي أقعد أدور على الإيرور وين، وين الخطأ وين هذه. لا، بحط تعليق بسيط هون وبحط تعليق بسيط عشان أعرف أنا السكوب تبعي من وين لوين، يبدأ من هون ينتهي عند الإند ذا مين. ممكن أنا أحط كمان هون مثلاً أخذ هاي وممكن أحطها هون وأحكي له start the main. ممكن، وكل شيء بيناتهم هون بينكتب عندي شو؟ بينكتب عندي السنتكس والأكواد اللي أنا بدي إياها. طيب هون عم يحكي لي the code in the class in the form method، تمام؟ الميثود اللي نحن حكينا عنه اللي هو هذا المين. المين مع البادي تبعيته، هذا هو البادي، البادي بيكون داخل السكوب اللي هو الكارلي براكت. In this case, the method called main اللي هو هذا. The first line is the method called the method header. الميثود هيدر هو هذا الميثود هيدر. ممكن يعطينا سؤال يقلنا من مثلا زي هاد ويقلنا انه مثلا من شو بيتكون، او ممكن يحكي لنا انه عرف لي البوبليك وعرف لي الستاتيك وعرف لي الفويد. فانا بالبرمجه ما في داعي اكتب زي ما مكتوب بالكتاب، لا مستحيل. انا شو بفهم من البابليك؟ انه هو بيعمل اكسسد ان انذر كلاس، فخلص انا بروح بكتب له انه البابليك شغلته انه يخليني اوصل عليه من باقي الكلاسات فقط. ما في داعي اروح اكتب مثل الكتاب تعريف شامل كامل متكامل، لا. هون يعني
وين ليه كم مكاتب انه which mean that object of this class can be freely accessed by other. لا ما بدي اكتب كل هذا خلاص، هو عبارة شغلته انه شو يعمل، انه هون يعمل انه معناه هون بقول له this man انه الاوبجكت اللي فيه public هو freely accessed by another object وانتهينا تمام. طيب هون عم يحكي لي we define explaining word static void بعدين رح نستخدمهم بعدين هذول فرح نشرحهم بعدين تمام. فهون عم يحكي لي انه but they are always used with the main method like this one اللي هلا نحن مستخدمينها زي هيك. طبعا هذول رح نشرحهم بعدين، امر بسيط جدا. طبعا هنا the method header defined in the name of the method in this case main and following by the method body اللي حكينا عنه اللي هي شو البادي تبع الميثود اللي هم هدول من تعليقات وما تعليقات وإلى آخره. The system dot out dot println هو عبارة عن ميثود، شايفة عبارة عن ميثود يعمل displays in a screen window the exact text between the quotation تمام اللي هو quotation. طبعا أنا هذا يعتبر عندي syntax نص برمجي وبيعتبر عندي function كمان بنفس الوقت لأنه يملك أقواس، دام يملك أقواس فهو function. طبعاً syntax أنا يكون عندي لازم ينتهي بسيمي كولوم اللي هو هاد، لازم ينتهي بسيمي كولوم ولازم يكون طريقة كتابته صحيحة، ما لازم نكتبه بطريقة خاطئة تمام. طبعاً هنا عم يحكي لي each of these two line of code constitutes statement بنسميها كمان statement a single comment تمام comment to be current out. طبعا كل واحدة من هدول الستيتمنت طبعا شو طبعا يكون منتهي بسمو كولوم. طيب هون عم يحكي لي اليوزنج كومنت ان جافا بروجرام. طبعا انا عندي عدة انواع لكتابة الكومنت. طبعا نحن اخذنا الاول واحد اللي نحن بنسميه لاين كومنت، هو عبارة عن سطر من الكومنتات اللي هو هذا بس خلص انا بكتب هون السطر. في عندي مالتيبل lines تمام. المالتيبل لاينز باختصار اللي هو سلاش باك سلاش باك نجمه وبينتهي بنجمه سلاش باك. فانا هون شو ما بدي بكتب بنزل بكتب بنزل بكتب بنزل بكتب، هذا بسموه اللي هو شو البلوك كومنت او المالتي كومنت. شلون هو عبارة عن شو ملتي كومنت أو بلوك كومنت، بيعطينا أكثر من سطر زي هيك بادئ من هون منتهي هون. هذا عطيني كومنت إنه أسمبل جافا بروجرام أوثر الفلاني الداتا أوف كرييشن عطيني التاريخ. النوع الثاني بينقسم لقسمين اللي نحن حكينا إنه اللاين كومنت وإن لاين كومنت تمام. اللاين كومنت والإن لاين كومنت هو اللي بيستخدم هو هاد هو بيستخدم. الآن أنا عامل هون line comment، هون عامل inline comment هو عبارة بس للدلالة. inline comment عبارة عن دلالة يعني مع أنه هو كلياته comment تمام أنه هذا line comment كمان، لكن بسموه inline comment لأنه للدلالة فقط أنه أنا function أو أنه method أو أنه class أو أنه أي شيء بينتهي هون. بينما line comment أنا ممكن بدي أشرح هون، ممكن بدي أشرح هون أحكي له this method مثلا طيب هلا راح نشوفها this method print my name. هذا بيعطينا مثلا هون انا حاطط this method print my name، انا حاطه هيك ببساطه في حال كان عندي تقريبا شي 50-60 ألف سطر هي اذا صاروا انه شو ارجع لهون اعرف هي شو بتساوي تمام. الفايده من البلوك كومنت انه بيعطيني عده اسطر، يعني ممكن انا بدي اكتب هون مثلا خلينا نشيل هاي، ممكن انا بيجي لهون هيك بدايه الكلاس اكتب له انه this project created by فارس وبنزل سطر in date مثلا كذا 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 وبنزل سطر وبعطي تعريف كامل عن نفسي تمام. فهذا كلياته شو
ان بلوك كومنت اللي هو بيخليني اكتب كثير اشياء بدون ما انا ارجع، يعني مثلا اذا بدي اكتب انا هذه الاشياء زي هاي الطريقه فمنظرها بشع، يعني منظرها بشع. فهون انا عم بعطي ديتيلز، تمام، عم بعطي تفاصيل عامه كلياتها، فبستخدم هذا الكومنت، لكن عم بشرح انه هذا الكود شو شغلته زي هيك، تمام، هذا الستيتمنت شو شغلته، فبكتبه ب شو بكتبه ب لاين كومنت وانتهينا. طيب هون طبعا عم يحكي لنا the system getting java running، تمام. هذا بكل بساطه طبعا هون بدنا نفهم موضوع بسيط جدا ويعني جدا جدا رائع. عم here discuss the probability issue the way that program written in java can be run in many different platform، على عده واجهات. طبعا نحن عندنا بينقسم على اثنين، the conventional way وعندنا the case of java اللي هو في حاله الجافا. فنحن في الحاله العاديه الconversion عم يحكي لنا هون انه هو source code بيعمل له compile to native code بعدين بيعمل له execute. النيتف كود هو اللغه الام، تمام، للجافا. يعني واحد عم يكتب لغة بالجافا فهو نيتف، تمام. فأنا عندي السورس كود اللي أنا بعمله كومبايلر للنيتف كود بعدين بيعمله إكسكيوت. بينما الجافا سورس كود في حالة الجافا بيعمله كومبايلر تو بايت كود، تمام، بايت كود، بعدين من البايت كود بيعمله انتربريت، ممكن يعمل له نيتف كود فور A، نيتف كود فور B، نيتف كود فور C. طبعا شو يعني نيتف كود هدول؟ يعني انا بدي اشغلها برنامجي انا مكتوب في جافا، بدي اشغلها على الكالي لينكس بيشتغل، بدي اشغلها على شو اسمه على الماك مثلا بيشتغل، بدي اشغلها على الويندوز بيشتغل، بدي اشغلها على الايفون لا الايفون ما بيشتغل، الايفون بده لغه ثانيه، سوري، بدي اشغلها على الاندرويد بيشتغل، بدي اشغلها على الويب، يعني صفحه اعمل صفحه زي هيك، اعمل صفحه زي هاي ويب عبارة عن ويب بلغة الجافا زي هيك، عبارة عن ويب بتشتغل كلياتها بتشتغل، تمام. فهذا هو انه الفرق في انه كان conventional way او case of java، ممكن شغلها على مكان واحد او شغلها على عدة واجهات ومعلومات عادية. طيب هون الجافا software development kit اللي هو الاس دي كي او الجي دي كي اللي بنحمله نحن. فانا عندي الاس دي كي اللي هو software development kit او GDK اللي هو Java Development Kit، تمام. فهنا بيحكي لي الـ SDK tools are used for compiling and running Java program on a variety of platform. فأنا بحمل الـ JDK على كمبيوتري من الموقع الأوراكل، تمام، وبثبته عندي وبعرفه عن النظام عشان إنه يتعرف إنه أنا عندي Java، ولا ما كان عندي Java ما كان هذا المنظر اشتغل قدامنا. طبعا هنا بيحكي الاس دي كي تولز از فريلي افيلبل فروم اوراكل، هي مجانيه الاس دي كي والجافا مجانيين من الوصول اليها. طبعا هنا عم يحكي لي الاس دي كي تولز انكلود اللي هو شو بيتضمن الادوات فيها. في عندي الجافا كومبايلر، في عندي الجافا انتربريتر، في عندي الجافا دوكيومنت، في عندي الجافا ديبوغر تصحيح الاخطاء، في عندي الجافا بي اللي هو ديس اسمبلر، وعندي الابيليتي فيور. طبعا هذا الابيليتي فيور راح ناخده بعدين كثير في تصميم واجهات البرامج وفي طريقه عمل برنامج وكيف فينا نحط بوتوم وكيف فينا نحط خانه انه ادخل الاسم وادخل الباسورد وهذول الاشياء. طبعا هذول لابد انه الواحد يراجعهم ويفهمهم، والافضل انك تترجمهم وتفهمهم وتعرف كل واحدة من هذول شو بيعملوا. مثلا هون عندي الجافا كومبايلر اختصاره جافا سي، تمام، ترانسليت جافا سورس كود تو انتو بايت كود، يعني بيعمل ترجمه الى الجافا للكود الموجود عندي للبايت كود، بيحولها للبايت كود. ونفس الشيء جافا هون الانتربريتر بيعمل ترانسليت اند اكسكيوتنج جافا بايت كود اللي هو بيعمل له ترجمه وتنفيذ للجافا بايت كود. والجافا انتربريتر ار افيليبل فور ماني ديفرنت كمبيوتر سيستم، موجود في عده يعني أنظمة مختلفة كذا يعني، تمام. وعندي الجافا دوكيمنت، فهدول لابد إنه الواحد يفهمهم بيجوا صح وخطأ. طيب نيجي لهون، عميل لي الجافا بروجرام كان بروديوس تو تايب اوف سوفت وير. ممكن نحن في الجافا يكون عندنا مثلا النوعين من السوفت وير. أول واحدة ابلكيشن ار ستاند الون بروجرام ويتش كان ران اندبندنتلي،
يعني انه انا برنامجي يكون على الستاندر خام ويشتغل لوحده تهيئة عادية، او ability of program can that can be include in web document and run the browser. يعني يا اما انا فيني شغلها على سطح المكتب كبرنامج زي الكومبايلر، او كمتصفح مثلا اعمل زي هيك واجهة في الجافا. طبعا هدول الحالتين نفهمهم ونحفظ الاسامي، انه في عندي هون application or standard alone، وهون في عندي abilities or program that can be include كذا. في عندي two type of develop and run، نوعين من التطوير والتشغيل في software. النوع الاول to the java sdk along with a text editor. text editor اللي هي هذا text editor، تمام، اي text editor from command line، تمام، اي text editor. حتى في ناس ممكن يشتغلوا نقول على زي هيك text document، خليني بس اظهر اللي زي هيك. في ناس كثير بتشتغل على هيك، بتحفظها وبتعمل run وكذا. في ناس كثير بتشتغل على هدول الاشياء وبسيط جدا يعني، تمام. طيب شو كمان عندي؟ عندي كمان هون to use in integrate development environment IDE. هذا الاختصار جدا مهم، اللي هو integrate development environment، اللي هو زي الكومبايلرات وما الكومبايلرات المتطورة، تمام. provide a subset GUI، اختصار GUI اللي هو الجرافيك يوزر انترفيس، تمام، ان اديتور with integrate facilities for compiling running and debugging program. يعني الان انا هون ممكن اعمل debugging، بيجي بشوف الديبونجينج عندي شو الاخطاء، فيني انا اشوف فيني صحح الاخطاء الموجوده عندي، فيني اعمل مثلا متابعه، منشوفها لهي الديبونج وهدول الاشياء، كيف فيني اعمل متابعه للكود تبعي انه كيف شغال الكود وكيف هيك، لكن بدنا نستخدمها بشيء واقعي. فيني اعمل عده اشياء. وفي عندي there are many IDEs available for java such as netbeans والإكليبس، وعندي VS Code، وعندي الانتلي جي، في كثير أشياء يعني، كثير مليان من هذول الأشياء. طيب نحن هلأ خلصنا الانترودكشن والجافا بروغرام والسيستم جيتنج جافا رانينج، هلأ دخلنا على الداتا تايب. الداتا تايب بسيط جدا، أنواع الداتا تايب بسيط جدا، في اللي بريميتيف تايب، وفي النوع الثاني الريفرنسز تايب، تمام. طبعا هون اول شيء عم يحكي لي strong type. الجافا strongly typed language، هو عبارة عن نوع قوي جدا من اللغات. The means that every variable and expression has a type. اي variable او اي expression، تعبير زي ال if statement، ما ال if statement وكذا والاخره، تمام، has a type، له نوع. when the program is compiled that and that you cannot randomly assigned value of the one type into another. معنى هذا الحكي انه انا في عندي عدة انواع لهذا الشيء، تمام، في عندي عدة انواع. مثلا خلينا نيجي لهون، مثلا لازم اول شيء احترم اللغة اللي عم بدرسها، لازم تاني شيء انه انا افهم طريقة كتابة السنتكس، ثالث شيء لازم افهم شو كيف اكتب. فأنا عندي هون int اختصار لانتجر، وعندي هون الفيربل، وعندي هون الايكوال، وعندي هون الفاليو اللي بعطيها أنا، تمام. طبعا في عدة داتا تايب لازم نفهمهم. فأنا السنتكس البرمجي هذا شو بيتكون من عندي؟ بيتكون عندي من الداتا تايب، هذا الداتا تايب والفايربل والايكوال تبع الاساينمنت انه انا بعين قيمه، والفاليو والسيمي كولون. هذول لازم يكونوا موجودين في اي سنتكس برمجي انا بدي اكتبه، انه زي هيك انت كذا انت كذا. انا عندي الداتا تايب، في عندي انواع للداتا تايب استخدمها زي الانت والسترينج والبوليون والفلوت والدبل والاخر من هذول الامور. الفايربل انا حر باستخدام الفايربل اللي هو انا استخدمت هون اكس، ممكن استخدم واي، ممكن استخدم فارس، ممكن استخدم اي شيء، لكن من الافضل انه نسميهم مسميات معروفه.
تمام عشان ما نضيع بالمراجعة. زي النم 1 نمبر 1 نم 2 نمبر ثاني نمبر 3 نمبر 4 يعني أرقام كذا تمام. وبعدين عندي إشارة المساواة هاي تختلف عن إشارة المساواة اللي أنا بعطيها في الـ if statement اللي هي شو اللي هي equal equal تمام. أنا هون عم بعمل مقارنة، هون أنا عم أسند قيمة، فأنا هون عندي 23 لمين عم بسندها؟ عم بسندها للفيربل اسمه num. طب شو نوع الداتا تايب تبعت النم؟ هو int. فهو فعليا شو عم يصير؟ أنا عندي هون أنا بروح بعرف الداتا تايب، بعرف الفيربل، بحط المساواة، بحط 23 تمام. فأنا هون جيت قلت له إنه هذا النم يملك قيمة 23 وهذا النم تابع للانتجر تمام. فأنا لما إيجي أستدعي النم أستدعيها، فأنا راح أستدعيها راح يعطيني هذا 23. أنا هون وقت استدعيها عم بستدعي القيمة تبعيتها وليس اسمها تمام. بينما إذا قلت له إنه النم دوت داتا تايب مثلا فراح يروح يقول لي إنه هو عبارة عن انتجر، فهي لازم نفهمها. طيب هون عم يقول لي there are two categories of data type in Java. في عندي اللي primitive variable strong story data value اللي هم يتكونوا على ما أظن من ستة اللي هو البايت والبايت والشورت والانتجر واللونج والفلوت والدبل. هدول هم اللي primitive type primitive variable اللي بيروحوا مع الشخص لأكثر من لغة وليس لغة واحدة. يعني إذا رحنا السي بلس بلس راح نلاقي مثله، رحنا السي شارب راح نلاقي مثله، رحنا الدارت والفلتر راح نلاقي مثله، ما راح يتغيروا. وعندنا الريفرنس variable do not themselves story، هو ما بيقوم بيحفظ نفسهم تمام. زي اللي هذا data file but are used to reference the object مثلا refer to object. مثل شو reference variable؟ عندنا string والscanner وعندنا الarrays والarrays 2D وهذول كلها reference. طيب الداتا تايب سايز ان جافا ار فيكسد، الداتا تايب عباره عن فيكسد ثابت. طيب كيف ثابت؟ تو انشور probability occurrence implementation of the language. طبعا هذا لا راح نفهمه. طيب هون نيجي على primitive type. خلينا فهمك على الداتا تايب بطريقه مختلفه تمام، وبنفس الوقت نكتشف ميزه حلوه. خلينا ناخذ قيم مثلا، انا عندي البايت بي equal خلينا نعطيه 10، وبعدين عندي short s equal 20 مثلا، بعدين عندي الانتجر بعدها i equal 30، بعدين عندي long l equal 40، بعدين عندي مثلا بعد اللونج بيجي عندي الفلوت f equal 53 مثلا، بعدين عندي الدبل equal 60. طيب هلا انا عندي هدول الانواع كلياتهم، اذا بدنا ناخذهم بالترتيب البسيط والفهم العميق، فانا عندي هون ناخذهم زي هيك، خلينا نرتبهم. يرتبهم بس دقيقة. انت لونج فلوت والدبل 1 2 3 4 5 6 تمام. هدول أنا عندي الأنواع باختصار من الأصغر للأكبر ومن الأكبر للأصغر. إذا كنت أنا متجه من الأكبر للأصغر فبتجه على الطريق اليسار، وإذا كنت متجه من الأصغر للأكبر عادي من اليسار لليمين عفوا ومن اليمين لليسار. طبعا أنا هدول عندي اللي primitive type، عندي البايت وعندي كذا. ليش عم يحكي لنا fixed؟ عشان نحن خليني أخذ هاي، عشان نحن في عنا شيء اسمه انه فينا نقيس او فينا نعرف كم حجمه. يعني مثلا هون اذا حكينا له البايت او البي دوت، لا هون
البايت تمام دوت ماكس فاليو. هون ممكن نحكي له دوت ماكس فاليو، ممكن ناخذ باقي القيم تمام، ممكن ناخذ باقي القيم لانه في هدف من هذا الشيء اللي بدي احكيه هلا، في هدف منها وبتسهل عليكم الامبليسيتي والاكسبليسيتي على ما اظن هذول الاشياء. فهون عندي الشورت وهون عندي الانتجر وهون عندي اللونج وهون عندي الفلوت وهون عندي الدبل تمام. هلا اذا عملنا ران راح نشوف كل واحدة منهم كم في جواتها من البيانات اللي فينا نحفظها. لا 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 طيب هون في عندي البايت طبعا ماكس فاليو تبعيته 127، عندي الشورت، عندي الانتجر، عندي الـ بعد الانتجر اللونج، بعدين عندي الفلوت، بعدين عندي الدبل. طبعا هذا اي محطوط هون، اي هي قوة، هي قوة يعني 10 قوة كذا تمام، فلكن ما بتنكتب يعني بناخذها كمان هاي الاي بعدين تمام. فهي كل شيء كل وحده منهم كيف نحن بنخزن معلومات بقلبها تمام. يعني هون 127 بنخزن بقلب البايت، 32767، وهون اكبر صارت اكبر صارت اكبر صارت اكبر تمام. فهذا الماكس فاليو اللي عم يحكي لنا انه هو فيكسد، فانا ما فيني اتجاوز هذا الرقم. يعني مثلا اذا انا اجيت هون في البايت حكيت له 127 عادي حط صفر على طول اعطاني خطا مباشره. تيجي لهون نحكي له شو الخطا، باللي هذا المطلوب بايت وانت حاطط لي انتجر على طول، شايفين حول لي اياها. فاقصى شيء انا عندي 127 تمام. طيب هون عم يحكي لي declaration and initialization تمام اوكي initialization. في عندي شغلتين، يا اما انا بعمل declaration يا اما بعمل initialization. يعني يا اما بهيئ الفايربل وبقول للكومبايلر انا عندي فايربل، يعني مثلا زي كيف، فانا هون نعلق هدول لانه هدول بعدين راح نحتاجهم في الكاستنج وفي معلومة جدا مهمة. طيب مثلا هون انا ممكن اجي احكي له انت x وانتهينا. انا هون عرفت الكومبايلر انه انا عندي متغير نوعه انتجر اسمه x تمام. هون x equal 5، انا هيك عملت initialization هيئته. في الاول انا عملت declaration عرفت انه انا عندي متغير من نوع انتجر، في الثاني عملت initialization هيئت هذا المتغير وقلت له شو نوعك انت. فهون خلاص عندي الخمسة تابع على الاكس والاكس نوعه انتجر. ممكن احيانا نستخدم هدول الاشياء في طبيعة معينة، وممكن احيانا نستخدم لا على طول تعريف مباشر. شو يعني تعريف مباشر؟ يعني انا عندي هون خلاص على طول declaration and initialization مباشرة اللي هو int y equal 5، فانا عملت create و declare و initialization مباشرة كلهم مع بعض تمام. فهون عم يحكي لي انه انت عندك declaration create a variable of that the type you want to be used مثلا، والinitialization to this refer when the your first store something using useful in variable memory location. فانا هون شو بتفرق هي عن هي؟ يعني انا هون نفس الشيء ما عملت شيء اللهم فصلته تمام. لكن مثلا انا اجي على بالي الاكس سويه بستة مثلا، ارجع هون الاكس مثلا سويه بثمانية، غير لك قيمته عادي هي راح تاخذ القيمه النهائيه اللي هو هاد تمام. الا اذا استدعيت او طبعت بعد هاد طبعت شيء تمام، طبعت هون الاكس
وبعدين اجيت طبعت هون الاكس، قلت له والله شو طبع لي الاكس، تمام، قلت له الاكس. فهون اول شيء راح ياخذ الخمسه، بعدين راح يروح يعدلها للسته، بعدين راح يعدلها لثمانيه، ويطبع لي اخر شيء قيمتها ثمانيه، ما راح يرجع على السته او شيء، لا خلاص هذا مباشره التعديل. وهون نفس الشيء، انا فيني اعدل سته سبعه، لكن اذا انا هون عرفت هذا فوق، فوين ما كان انا بروح بقول له اكس يساوي خمسه، يعني بنزل لهون، بنزل اخر شيء على هذا السطر، بيجي بقول له اكس ايكوال مثلا 20، تمام. بينما اذا انا عرفته ديكلاريشن انزيشن مباشره اللي هو هاد، فبدي كل مره ارجع على بدايه السطر ويجي عدله، تمام، عدله سواء يدوي سواء غير يدوي، انه مثلا بدي ادور عليه وكذا، تمام. فانا بدي ارجع لاول السطر عدله، بينما هات خلص بكل مكان فيني اعطي قيمه جديده، انا بدي اياه في هذا المكان الاول قيمته 5، في المكان الثاني بدي اياه 8، في المكان الثالث بدي اياه 20، تمام. زي هيك نزلنا لتحت اعطيناه 20. طيب في فاريبل لازم نحطها زي هيك، هي لها استخدامات وهي لها استخدامات، كل واحده منهم لهم استخدامات. فهون عم يحكي لنا طبعا هون example declare two variable، تمام، of type int initialize them. هون عاطيني int my int وعاطيني int my other int، فهذا الأول أسند له قيمة 3 ثمانات، وهذا الثاني أسند له قيمة minus 2. طيب هذا بالنسبة للسايز اللي primitive data type، تمام، the integral type they call it byte short and long. طبعا في عندي هي بالترتيب، لازم نمشي فيها بالترتيب، byte short and long float double char boolean، تمام. طبعا هون لا ننسى شغله اللي كنت بدي احكيها، شو كانت نسيت، اوكي ايه نمشي فيها بالترتيب. وطبعا لا ننسى السايز تبعيتها، راح ننسال عن السايز تبعيتها. مثلا انا عندي البايت 8، عندي الشورت 16، عندي الانت 32، عندي اللونج 64، عندي الفلوت 32 والدبل 64، والكاركتر اللي هو الشار هذا اختصاره 16، والبوليون بياخذ من 1 ل 32، هو عباره عن ترو او فولس بياخذ، تمام. الديفولت فاليو تبعيتهم كل الارقام اي شيء بياخذ رقم هو الديفولت فاليو تبعيته 0، تمام. بينما الكاركتر هو الديفولت فاليو تبعيته سلاش باك يو 0000، هذا السلاش باك بيكون هيك، او اف 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 اف، واحده من التنتين، هذا هو الديفولت فاليو تبعيتهم. والبوليون ديفولت فاليو تبعيته فولس. هذول راح نسال يا سؤال يا سؤالين منهم ممكن يجينا، انه اعطيني السايز تبعيته او اعطيني الديفولت فاليو تبعيته. فخلص الارقام معروفين، الارقام جميعا انواع اللي بياخذوا ارقام هو عباره عن شو؟ عباره عن الديفولت فاليو تبعيته شو اسمه زيرو، تمام. بينما البوليون فولس، والكاركتر اليونيك يونيكود كاركتر اللي هو سلاش باك يو 000. الاختلاف اللي كنت بدي احكي فيه انا هو هون، الاختلاف هاد انه انا عندي هذول التنتين اللي هم الفلوت والدبل. الفلوت والدبل انا هلا هون مستخدم 50 60، هو على طول في عند عمل رن راح ياخذها 60.0 50.0، لكن لأن لما حطيت هون 50.0 قال لي المطلوب فلوت وانت حاطط لي دبل، تمام. فعشان نحن نختصر هاي المشكلة لازم نحط F في نهاية الرقم، تمام، ما بيأثر F small أو F capital عادي، فلازم نحط F عشان نفرق، نحكي له للكومبايلر انه هذا الرقم ليس دبل بل هو تابع للفلوت، وهذا الرقم دبل، تمام. هذا الموجود هون هو عبارة عن دبل، طبعا فيني أنا أحط هون دي وحط هون F، تمام. هون ما بده، هاي ما بده، خلاص هي معروفة دبل، لكن بالفلوت لازم حط F عشان فرق بين ال- 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 الرقم إنه أحكي له هذا فلوت وليس تابع للدبل، شايفين؟ أو إني أحط الرقم بدون فواصل. لكن إذا أجتني رقم زي هيك مثلا في الداتابيز، أجتني على الجافا زي الرقم هيك وحاطت أنا فلوت، فهون راح يعمل لي إيرور كبير، فلا بد انه انهي بإف، تمام. هذا هو الاختلاف اللي كنت بدي احكي عنه بين الفلوت والدبل، واخذناه كثير. طيب هون عم يحكي لي برامتر داتا، عم يقول لي ذا كاركتر تايب، الجافا هاز ا كاركتر
data type call it char اللي هو اختصار للكاركتر which allows to represent single character character literaries. هذا راح نسمع عنه كثير literaries اللي هو القيمة اللي نحن من اللي هي هي القيمة اللي من أسندها اسمها literaries. تمام are denoted by a value enclosed with the single quotation. طبعا أنا عندي هون ال من أحد الأنواع الثانية هو char s equal f مثلا. هذا بيعطيني الـ Unicode form تمام أو Unicode number اللي هو كل حرف كل رقم له تفصيل معين. هذا رح نيجي عليه إن شاء الله في الـ compare to تمام ورح ناخد عنه مثال كبير وجدا شاسع. هذا بياخد شو بياخد أرقام واحد مثلا بياخد أحرف صغيرة أحرف كبيرة كل واحدة بتمثل رقم باليونيكود تمام. فهون إذا حطيت له FF رح يعطيني error كبير عميل لي إنه too many character in character literaries. هذا هو شايفين literary فهذا غلط كبير. حرف واحد وsingle quotation تمام single quotation اللي هو هاد حرف واحد وsingle quotation ورقم واحد ممكن نستخدم زي هيك alt. هاي بتاخد الرموز وما الرموز وهدول الأشياء تمام. حتى المسافة تعتبر رمز تمام. فهدول كلياتهم راح نفهمهم إن شاء الله وطريقة استخدامهم. Character value can be assigned any value in the Unicode character. أي قيمة في الـ Unicode character فيك تعمل شو اسمه assigned للكاركتر. هون عميل لي اسبك سيكونس اتس سيكونس اوف كاركتر ستاندرد انت بليس اوف سنجل فاليو اوف ذم. اوكي 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 ماركتنج باي ثكد. المهم هو عم يحكي لي فور اكزامبل برنتبل كاركتر. فانا لما اجي اطبع هذا الرمز فهو شو راح يطبع لي هاد تمام اللي هو علامه الكوبي رايت. لما اجي اطبع هذا الرمز فهو راح يطبع لي نيو لاين. فلما اجي اطبع هذا الرمز راح يطبع لي الكوتيشن تمام السنجل كوتيشن. لما اطبع هذا الرمز راح يطبع لي شو راح يطبع لي شو اسمه السلاش باك. يعني في امور احيانا انا لازم استخدمها في الكارات هذه تمام او الكاركتر عشان انه في اشياء بدي اياها زي هيك 00 اي 9 على ما اظن اي يو اوكي سلاش هذا هو الرمز تمام. ممكن انا هون اوكي هو هذا ريبليس تو. هون عم يحكي لي انه خلص بدلها على هاي العلامه وانتهينا ليش لحتى تكتب هاي. فيعني تحدثت الجافا. المهم هون ممكن استخدم انا علامه السلاش باك سلاش باك عشان يطبع لي واحده من هدول. وممكن استخدم العلامة الثانية اللي انه انا هحكي له هون السنجل كوتيشن تمام انه يطبع لي هذا السنجل كوتيشن. فممكن يجينا سؤال زي هيك انه هاي شو بتطبع. فانا ما بروح بقول له دبل تو سلاش باك لا واحدة هي انا هاي حطيتها عشان تطبع لي اللي بعده بس تمام. طيب هاي راح تطبع لي الكوتيشن هاي شو راح تطبع لي؟ راح تطبع لي علامة الكوبي رايت. في عندنا أمثلة كثير كمان زي ال زي النيو لاين هون بحكي له N هاي معروفة كثير النيو لاين تمام ينزل لي سطر جديد. طيب داتا تايب هون البريميتيف تايب اللي فلوتينج بوينت تايب in order to represent number that might include fractional part we use it floating point type اللي هو float type has 32 bytes of space and double 64 تمام. هذا الفلوت 32 والدبل 64. الفلوتنج بوينت literaries denoted either by طبعا هون تعريف للشيء اسمه للفلوت. هون عم يلي write them in بهذا الشكل اللي هو integer part fraction part تمام fractional part اللي هو زي هيك double هون عطاني 23 والفراكشن بات 8. فانا هذا عباره عن floating point using scientific notation where the
character or عفواً A أو الـ A الكبيرة denoted that fact that a number is to the multiplied by to the power تمام 10 من شوي طلع معنا هون لما اجيت انا قلت له اعطيني الدبل ماكس دبل ماكس فاليو فانا طلع لي من شوي ليكا هذا الرقم وفي اي هون هذا الاي انه انا عندي الرقم هذا مضروب او قوة 10 ليش لانه طويل جدا طويل فهو بيختصروه هون بيحطوا اي صغيرة او اي كبيرة يعني ممكن انا اجي هون احكي له على سبيل المثال دبل اي ايكوال 1 2 3 اي صفر كذا مثلا فيني احكي له هيك اعطيها الرقم مثلا لا على التعيين زي هيك تمام بس هذا كبير كانه كبر اوكي ها خليه هيك تمام زي هيك انا حطيت اي او اي سمول فانا بحكي له انه هذا مضروب ب 10 تمام هذا مضروب ب 10 of the integer floating point following the e or e يعني هون مضروب ب 10 زي هيك انه انا عندي 1.43 الثاني مضروب ب 10 هون نفس الشيء مضروب ب 10 بمضروب ب 10 سالب 9 قوه الباور تبعيته القوه هون عم يعطينا أمثلة في ال عم يحكي لنا what of the following career initializing variable world would cases is compilation error فهون ببساطة عندي integer والintegr لا يأخذ double تمام عندي الثاني integer integer بياخذ سالب أو موجب عندي integer تمام هون كمان أخذ رقم واحد طبعا هون ما في أي مشكلة هون عندي int data type int و data type boolean تمام فهذه كلمة محجوزة ما بتاخدها الكار my car الكاركتر طبعا هذا my car طبعا هذا نحن عرفنا انه new line ما في اي مشكلة هون انا عندي الكاركتر c تمام سالب 10 ونحن عرفنا انه هي ما بتاخد غير على شو على السنجل كوتيشن فهذا غلط فهذا integer هون عم يحكي لي الكاركتر e equal وعطيني single quotation و E هذا صحيحة لأنه أنا اخترت له حرف من أحرف الـ Unicode table هنا عطيني الـ character D equal single quotation وعطيني slash back وهذا error هذا ما هذا فاضي error تمام لأنه ما طبعت بعده أو شيء ولا حطيت أي شيء زي الـ N والـ quotation وكذا تمام فهي أجوبته موجودة هون إذا كنت تابعوها هنا عم يحكي لي badly format اللي هو هذا badly format لازم يكون زي هيك طيب عندي الكاستنج الكاستنج يفضل ناخذها بميتنج ثاني لانه الكاستنج في عليها كثير اشياء لازم نفهمها يعني ممكن ناخذها بميتنج ثاني وغير هيك يعني ممكن نفهم الكاستنج اكثر اذا نحن بدنا نحول ارقام من الصغير للكبير وبدنا نحول ارقام من الكبير للصغير وشو بصير وشو ما بصير وشو هالاشياء تمام خلينا نوقف هون